زارف الطول يا بعيونه ساع سارح عالزيتون برفقة الملاح. هيك صارت مكونات الغداء جاهزة. في هذا الصباح الجميل يسعد صباحكم مشاهدينا. اليوم رح نحكي لكم حكاية نبات الزعمطوط اللي ألوان ورده بتفرح القلب، وبما إنه الشيء بالشيء يذكر، في اعتقاد شائع بفلسطين إنه أوراقه اللي بتشبه القلب مفيدة جداً لهذا العضو الحيوي، لهيك بيستخدموه للطبيخ. باقة الزهور هاي لستي والورقات للغدا. خلونا نتعرف على حكاية الزعمطوط، يلا معي. هالنبتة معروفة بأسماء كثيرة مثل صابونة الراعي، قرن الغزال، وبخور مريم، ويعتبر من النباتات العشبية المعمرة اللي يمكن زراعته عن طريق البذور أو حتى درنات هذا النبات. نبتة الزعمطوط لتشتيلها بيلزمنا عدة أدوات، بداية القصيص الزراعي اللي بيكون مثقوب من الأسفل لضمان عملية الصرف، وأيضا بيلزمنا التراب الصناعي اللي يعتبر تراب خفيف وممكن يتم خلطه بالرمل الزراعي أو حتى بالتراب الزراعي العادي، وكذلك السماد العضوي اللي هو الكومبوست أو اللي هو متبقيات أوراق النباتات ورث الحيوانات اللي بيتم تخميره وحرقه على درجات حرارة عالية. ممكن إذا حابين نزرع درنات النبات أو نزرع عن طريق الدرنات مباشرة في الاستيص الكبير أو حتى بحديقة المنزل. بداية بنقوم بملء هذا الوعاء بالتربة الصناعية أو التراب الزراعي الخفيف، وبدنا نجهز مهد البذرة لهذا النبات. طبعا ممكن نقوم بعمل مهد البذرة على عمق سنتي لسنتي ونص، مقدار عقلة إصبع أو حفرة صغيرة. بعد هيك بنقوم بأخذ بذرة واحدة أو ممكن ثلاث بذور، هذا لحتى نضمن أنه في حال غابت بذرة أو ما نمت تطلع البذور الأخرى برأس الإصبع بهذا الشكل، هي بتلتصق بيكون لونها مائل للون البرتقالي البذور، وبنقوم بوضعها بهذا الوعاء. بعد هيك أيضا بنقوم بوضع كمية من التراب الصناعي، ممكن يكون مخلوط كذلك بالرمل وشوي من المادة العضوية. بعد هيك بنقوم بأخذ الماء وبنقوم بعملية رأي هذا النبات بشكل بسيط. بنذكر إنه هذا النبات بيحتاج لمناخ معتدل إلى دافئ في بداية عملية الإنبات. هيك صارت النبتة جاهزة لعملية النمو. بعض المزارعين بيفضل إنه ما يزرع الدرنة كاملة، بيقوم بقصها من الوسط لحتى يحصل على نبتين. بهاي الطريقة إذا عملناها ضروري نقوم بوضعها بالمحلول اللي حضرناه اللي هو المطهر، سواء من البصل والثوم منقوعهم أو حتى مغلي نبات الميرامية، بنقوم بوضعه بهذا المحلول. ممكن نلاحظ فقاعات مثل رغوة الصابون، ولا هيك سموه بعض الناس صابونة الراعي. بهيك صارت الدرنة جاهزة لعملية الزراعة. خلونا نروح مع بعضنا ونقوم بزراعتها بالاستيص الزراعي وكذلك بحديقة المنزل، يلا معي. بزراعة هذا النبات من الضروري أنه نختار موقع مناسب، ممكن يكون تحت شجيرات أو بمكان فيه شوية ظل خفيف لحتى ينمو هذا النبات بشكل جيد. ممكن نقوم بزراعة هذا النبات اللي قمنا بإعداده مسبقاً واللي نبت عندنا من البذور، بنلاحظ فيه نمو جذري جيد لهذا النبات، أو بنقوم بزراعة درنة هذا النبات اللي هي موجودة عندنا من الموسم الفائت. لما نقوم بعملية زراعة الدرنة من الضروري أنه نقوم بعمل حفرة، سواء بالقصيص الزراعي أو حتى بتربة الحديقة. بنقوم بوضع هاي الدرنة على عمق 5 إلى 6 سنتي وزراعتها بهذا الاستيس، ومن ثم بنقوم برد التراب اللي قمنا بحفره. من الضروري ننتبه لعملية ري هذا النبات لأنه بحاجة إلى عملية ري منتظم، ممكن باليوم مرة واحدة أو حتى في بعض الأحيان إذا كان الجو بارد نقوم بريه كل أسبوع مرة. بعد نمو هذا النبات ونمو أزهاره، عملية الري بتكون بهذا الشكل. بنقوم بوضع إيدنا على أسفل النبات وبنرفع الأوراق وبنقوم برش الماء على أسفل هذا النبات، وبهيك صارت نبتتنا هاي جاهزة، وكذلك الدرن اللي قمنا بزراعتها أيضا صارت جاهزة لعملية النمو، وكذلك ريحة طبخة ملفوف الزعمطوط أتوقع صارت جاهزة، يلا معي. ومن المهم نعرف إنه هذا النبات أوراقه وزهوره له فوائد واستخدامات عديدة، ممكن للشراب والبخور والطعام. على سيرة الطعام، طبخة ملفوف الزعمطوط أصبحت جاهزة.
ما تنسوا تشاركونا بالأسماء الشائعة لهذا النبات بمناطقكم لأنه له أسماء عديدة. تفضلوا.